بداية ستكون من ولاية بتنا، أين يناشد سكان قرية الحاسي ببلدية واد الماء. يناشدون المسؤولين المحليين التدخل من أجل تعميم شبكة الغاز ووضع حل لمشكلة انعدام العقار، بما حال دون تجسيد العديد من المرافق. الغاز لا كنون ترى محدقين ناس محدقين شويني دلوالي يدشن الغاز ونشي عندما نقيم 80 او 70 تدار وليش وانشي ندعنا ذا مرات عمر غيض المازوت 68 دار داروا لنا زعما الغاز لهنا شحال من الاستقلال حنا نستناو في الغاز هذا كي وصل عندنا لهنا 68 دار خلفوها القريه هذه ما فيهاش حتى 120 ساكن 68 يعني 60% ما كانت حنايا مشكل في الاراضي اللي في توسيع الاراضي راهي ابسط المرافق راهي ما عندناش ابسط المرافق الاخرى خلاص لاني تاع الانترنت هنا ما عندناش توسيع الاراضي شاشين توغم ذي كلش ولاش حتى من يبنوا ذا في قطاع السكن تعيش 52 عائلة بعاصمة ولاية الطارف في سكنات غير مكتملة سلمت سنة 2009 من طرف الوكالة الولائية العقارية. هذه السكنات عبارة عن هياكل إسمنتية مخشوشة حسب ما صرح به السكان، مطالبين في نفس الوقت من السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا فتح تحقيق في هذا الموضوع. محمد بن كموخ. صورة الحي تعبر عن كلش، الصورة نشوف الصورة برك بلا ما نتكلموا، الصورة في حالة كارثية، سكنات راشية، الأرض غير صالحة حتى المشي، الأقدام غير صالحة حتى سيارة ما تصلحش، الأطفال صغار يلعبوا لهنا في الغرقة في الماء في الفيران طايرين بينا. الوضعية المنظر تاع سكنتها وباينة هذه مستلمة في 2011، المنظر تاعها عبارة عن أطلال. اي واحد يجي يشاهدهم لاول مره يقول لك استلموا في السبعينات كي يحفروا لنا باش يديروا الغاز وكل شيء لي بيزي يودروا في الماء تاع الصرف الصحي يعني كارثه قادر اولادنا قادر يمرضوا باي مرض كوليرا. إلى غرب الوطن لم يستلم المستفيدون من المحلات التجارية التي وزعت في المزاد العلني بولاية معسكر لم يستفيدوا من نعمة التي وزعت من قبل ديوان الترقية وتسيير العقاري لم يستفيدوا من عقود تثبت ملكيتهم بعد. عن الموضوع تحدثنا غانية غلمي ونجم بوكرش. هي محلات تحصل عليها أصحابها عن طريق المزاد العلني من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمحمدية بولاية معسكر منذ 2012، والتي لم يستلموا عقودها لحد اليوم لتبقى مغلقة دون استغلال. أنا شاري المحلات اثنين على ديوان الترقية والتسيير العقاري من 2012، ولحد هذه الساعة العقود تاعي تاع المحلات هذو راهم عند الموثق في ولاية المعسكر باش نسجلوا المحل ومنها نخدموا السجل التجاري. بسبب هذا المشكل هذا المحلات راهم كما راكم تشوفوا راهم مبلعين. وما زاد من حجم الكارثة هو مشكل قنوات صرف المياه الصحي التي باتت تشكل لهم خسارة كبيرة. قال لك زعما من تشري هذو المحلات التيوية تاع الروغار وهذو التيوية تاع الماء وتاع الكهرباء احنا متحملين المسؤولية تاعها. المشكلة انا شريت عدة محلات وصدت في هذا المحل من 2012 راني في مشكل تسرب مياه قاذرة هنا في هذا المحل. حاولنا الاستفسار لدى مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي قابلتنا بالرفض بحجة انه ليس يوم استقبال. قال لك ما عندي حتى يستقبل. علاش ما يستقبلناش؟ قال لك سي با لو جور دي ريسبسيون. انا جورناليست يستقبلني في اي وقت. هي إذن تعسفات وتماطل من قبل الجهات المسؤولة عن محلات 24 إيجار بالمزاد تبقى مغلقة دون استغلال مكلفة بذلك أصحابها خسائر كبيرة. يعد قصر الغاسور بولاية البيض أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية بالجنوب الغربي للوطن، شيد منذ قرابة العشرة قرون بطابع عمراني وفني فريد من نوعه، لكنه اليوم يتعرض للتأكل وكذا للاندثار دون أي تدخل لأي جهة معنية لحمايته. التقرير لنور الدين الرحماني. القصر العتيق ببلدية الغاسول بولاية البيض أحد الشواهد التاريخية والأثرية على عراقة وقدم المنطقة، فهو من احتوى قبائل بني عامر التي استوطنت المنطقة قادمة من بلاد الحجاز منذ عشرة قرون. يتميز بطابع العمران الفريد وجودة بنائه، يتعرض للانهيار والزوال.
الوضعية الحالية كما تشاهدون يعني وضعية يؤسف لها، وقد تعرض هذا المعلم التاريخي إلى الانهيار وإلى التآكل. القصر الذي أغفله من وكلوا بحمايته لم نجد به سوى عمار وجلال شيخان طاعنان بالسن تجاوز 90 من العمر، أحدهما يزيح الحجارة من طريق المارة إلى القصر، والآخر يرمم بيده ما بقي من بيتها، ولسان حالهما يقول نعرف قيمة القصر وإن تجاهلها المتجاهلون. ما نيش بقى نفرط فيها خير، هذه خرب الشوابين، هذه جاء من ساعة الباء. ورثة من بقي من بيوت القصر وراء تعطل انطلاق ترميمها يقول رئيس بلدية الغاسول: الحل هو في الإدارة، مادام عندهم مبلغ مالي مخصص وعندهم مداولة يتبعوا الإجراءات، أما يقعد يتحجج لي راه كاين مواطنين يحتاجوا ويحتاجوا، وسهل حاجة يعني أي عملية لابد يكون عندها. القصر العتيق لبلدية الغاسول تحفة فنية وأثرية في طريقها إلى الزوال. في سياق مغاير قد تختلف أعمارهم وحكايتهم، لأن القاسمة الوحيدة بينهم هو نصيبهم المتكافئ من التعب والإرهاق. الحملون فئة فضلت العمل الشاق وبذل الجهد للحصول على لقمة عيش بطريقة حلال والعينة، من ولاية شلف مع رشيد مشورب وحميد عوادي. عند كل مدخل الأسواق نجد العديد من الأشخاص ينتظرون ويترقبون، هم الحمالون ينتظرون ويترصدون التجار لنقل لهم بضاعتهم للحصول على لقمة عيش لهم ولعائلتهم. هذا الحمالة هذو راهم الصباح يبكروا على 3 تاع الصباح، مساكين اللي هنا يجوا وراهم يخدموا بسعر منخفض، وراهم ما عندهم لا يعني لا لاسورانس لا حتى شيء يعني، وراهم يتعبوا، واحد يعطي لهم 10,000، واحد يعطي لهم 5,000، وواحد يعاونهم. عندنا حوالي كيما انا عندي 24 سنه وعندنا غير شهاده هذه، وربي سبحانه ما سمنا لا خدمه لا في الشركات لا عند شعب لا والو، ورانا هنا ولاد بلاد نحوسوا على خبزه حلاليه. هذه الفئه من العمال تختلف اعمارهم من شاب الى شيخ كبير، هي مهنه من لا دخل له، مهنه منهكه ومتعبه تجعل من صاحبها كهلا وهو لا يزال في ريع عن الشباب. وما عنديش اللي يخدم عليا ابار انا، طاحت بيا شريطه، ندمر غير شريطه لهنايا في المرشي محمل به، ديجا ضربوني لهنايا في اللي طاحت عليا الشريطه ديجا من نهاري حتى لموا لي الحماله لهنايا. والله غالب احنا ما وصلنا عليها وين، ما جيتش هذا المكان، ما احنا نحوسوا حاجه تاع ماكله حلال هذا المكان، مي الدوله تعاوننا والسما فان شويه راهي كذا. عربة كثيرة تغطي سوق الجملة بولاية شلف يستخدم هؤلاء الرجال لحمل السلع والبضائع، هي وسيلتهم الوحيدة لكسب القوت، يفضلون على البقاء كفريسة للبطالة. يعد الجواري الخاص بالعروس من بين الألبسة التقليدية التي تمتاز بها منطقة أولفبيا أدرار على غرار باقي مناطق الجنوب، فهو إحدى الرموز التراثية التي لازالت العائلات بهذه المنطقة تحافظ عليها منذ القدم. التقرير لليمين بالعلمي وورد أقشيش. الجوالي من أشهر الألبسة التقليدية الخاص بالعروس في منطقة أولف جنوب ولاية أدرار، هو أحد الرموز التراثية التي لا زالت العائلات تحافظ عليها. جوالي هذا اللباس التقليدي نتاع مازالنا محافظين عليه في أولف بصفة، وإلى حد الآن يتلبسوا العروس في أولف في يوم الثاني من العرس، يعني نقولوا احنا نهار الصباح عندنا العروس تلبس الجوالي لازم. تتم خياطة الجوال بقماش أبيض خاص، ويخاط من جوانبه بحاشية سوداء من الأعلى إلى الأسفل على طول الفستان، ثم يوضع له حزام أصفر أو أخضر في غالب الأحيان. يتكون من هذا نقول الجوالي، نحن الجوالي هذا، وتلبس معاه الرباء بالشكل هذا، ما يكونش شكل واحد آخر، ويكون باللون الأبيض، يديروا له يسموا بالحزام. يعني ذاك اليوم عاد باش نقولوا العروسة يعني نحزموها قيمة المالية نتاعو كامل في الإجمالي بالروبة بهذا أنه يلحق إلى مليون إلى مليون ونص. لباس الجوال الذي يتم اختياره من قبل العرائس وعائلاتهن بدل فساتين الأفراح العصرية المتوفرة اليوم نظرا لخصوصيته التقليدية. من ولاية أدرار مشاهدينا نصل إلى ختام الموعد.